كتبيعها القنبة انت المهم ها؟ كتبيعها القنبة شحال النمرة ديالك ديال التليفون ديالك؟ ها راه فين هي هادي هي شحال 06 مقارية 06 23 17 هاديك ياك 17 82 12 06 خلا نعاودو 06 23 17 82 12 هادي هي النمرة ديال السيدة. نتمنى من الله انكم تصلوا بهاد السيدة غادي يبدا هاد المباشر. متابعينا الكرام دائما مرحبا ديال المجاطية ولا الطالب منطقة مديونة ومع هاد السيدة هادي اللي كتبيع غير القنبة وللأسف ما عندهاش باش تشري الحولي. ثلاث سنين معيدات تنخليها هي تعاود المأساة والمعاناة ديالها. الله يحسن لها العوان. السلام عليكم. وعليكم السلام. هاك هضر معايا شوية بالجهد. المهم شنو وقع لك انت؟ وقع لي دابا مول الدار مريض ما خدامش. كنت مول الدار مريض ما خدامش كيدخل براس واحد الشيا. أيه. عنده السكر وكيطلع لي الخزان. أيه. عندي الوليد الكبير اللي كان معاوني على الزمان دابا مرض لي. أيه. بالمرض النفساني ما خدام ما والو. دابا راه ناعس شاد فيا الفراش والغالب الله خويا ما صرت لا باش نشري لا والو. وانا اصلا مريضه تانا عندي عملي. شحال عييتي دابا انت؟ المهم شحال ما عييتي؟ ثلاث سنين دابا. ثلاث سنين عمرك عييتي؟ لا ثلاث سنين دابا. انت الوليدات؟ لا. كاينش لا محسنين دابا دابا كيروفوا علينا الجيران وين خصك حاجه براسك ماشي حاجه انت تفرحي بها وليداتك. دابا الدريه عندي عدى 10 سنين عارف الدراري الصغار كيبقى فيهم الحال وانا ما كرهتش ما كرهتش اخويا. الفلوس القنبه المهم دابا راه ما تجيبكش قضيه حتى الفاخر. الله اكبر. راه دابا سيمانه ولدي تقليد عليا لا كذبت عليك. ما نعاوشرش وما نعيطش. ما معولاش دابا انت تعيط؟ لا معوله على الله ما نكذبش عليك. دابا هاد القنب دابا راه سيمانه هادي باقا 7000 ريال باقا ما شديتهاش. سيمانه وانت كتبيع؟ سيمانه وانا باقا ما 7000 باقا ما دخلتهاش. الحمد لله الله يفرج الله يسخر لينا. النمره ديالها راه هي 06 23 17 82 12 هذه النمره ديال يرحم الوالدين اللي كتواجدوا في السوق ديال المجاطيه ولا الطالب اللي يقدر يفرح هذه الاسره هذه العائله. الله يفرحهم هذه المهمه. الله يبارك فيكم والله يرحم الوالدين. نتمنوا من الله انكم تفرحوا هذه الناس هذو. سيده مسكينه ما عندهاش الحنين الله رحيم ما عندها حتى شي واحد. ابناء ديالها مراد. ابن قلتي لي عندك ولدك مريض؟ عندي راه ولدي عنده زيد في 90 كان هو اللي معاوني على خوته. دابا مرض ليا راه 14 عام عندي باش هو مريض والحمد لله. اش غنقول لك اولدي اللي فرحنا الله. كنت سكنتينا بلاصه؟ دابا كنسكن انا في الرشاد. رشاد اللي فرح ليا وليداتي الله يفرحهم دخول الجنه. هذا اخر كلام. نتمنوا من الله انه امين امين شي محسن ولا شي جمعيه ولا شي اخ ولا شي اخت يفرحوا هاد السيده هادي. امين اخويا. ورا الله يجازيكم بخير الاجر عند الله سبحانه وتعالى. ما يضيعوش. نتمنوا من الله انكم تفرحوا هاد السيده هادي. الله يفرحهم دخول الجنه. ثلاث سنين ما عيداتش. عرفت شناهي ثلاث سنين ما تعيد ما والو. انت انا وليداتك. الحمد لله. صعيبه وصعيبه وصعيبه بزاف. شنو تبغي تقولي للناس المهم؟ ونشكرهم الله يفرحهم دخول الجنه. اللي فرح ليا ولادي وفرحني الله يفرحه ويدخل الجنه ويعطيه ما تمنى. اخر كلام هذا اش غنقول لك؟ وهذا يعني الله يرحم الوالدين. سيده هي راه قالت الله يرحم الوالدين. نتمنوا من الله. السلام عليكم. نتمنوا من الله ان هذه السيده يفرحوها الناس المحسنين ويعاونوها. متابعينا الكرام نناقش معكم هذا المباشر الى مباشر اخر الى اللقاء.